معنا، وهذا اللقاء مع الطالبة ملك أسامة حامد بمدرسة الشهيد السرسي بمدينة الكوم. أهلا بك يا ملك. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا عرفنا طبعا ان انت عامله ابتكار او اختراع تقدمت بيه لجامعه المنوفيه، وهو عباره عن بدله للتعامل مع جائحه كورونا، او التعامل مثلا للغواصين تحت المياه، او الاغراض المختلفه. كلمينا عن الاختراع ده او الابتكار ده يا ملك، او الفكره نفسها. هو عبارة عن بدلة مخصصة تقنيات معينة بتوفر أكسجين لمرتديها بحيث إن هو يحتفظ بأكسجين دائم فما تأثرش عليه يعني وعلى الوقت اللي هو بيحتاجه. طب البدله دي انت يعني اغراضها متنوعه ازاي؟ بتشتغل في ايه وايه وايه وكده؟ هي ممكن إن احنا نستخدمها في الغوص، الغواصين يستخدموها في أبحاثهم اللي بيجروها تحت المية، أو رواد الفضاء في رحلاتهم في الفضاء، وكمان الأطباء عند التعامل مع الأمراض المرضية ككورونا، ده يعني بيمنعهم من انتقال الفيروس إليهم أصلا. طب الفكرة نفسها جات ازاي؟ يعني انت فكرت في حاجة زي كده ازاي؟ هو في الأول أصلا أنا كنت شغالة على البحار بس، إن إزاي أخليها تشتغل تحت المية. فبدأت إن أنا أدور إزاي أخلي يعني أدعم البدلة بحيث إنها تقدر إنها توفر أكسجين للإنسان تحت المية. وطبعا مشاركتي بيها في أيسوس واتصعدت على مستوى الجمهورية، لكن المسابقة اتأجلت السنة اللي فاتت علشان مشاكل كورونا وكده. بعدين بقى في يعني أثناء الأجازة دي أنا بدأت أفكر إزاي أخليها تتعامل مع الأطباء في الكورونا، وفي نفس الوقت إزاي أخليهم ينتفعوا بيها في الفضاء. طب انت يعني بتوجهي رساله لزملائك او زميلاتك من الطالبات والطلبه في السن ده، بتقولي لهم يعني يعملوا ايه علشان يعني يفيد المجتمع بتاعهم؟ هي الفكرة إن ممكن إن احنا ندور على المشاكل اللي موجودة في البيئة حوالينا، ونفتح آفاق عقلنا يعني إزاي إن أنا أحاول أحل المشكلة دي، وأكيد بالقراءة والبحث هوصل لحل للمشكلة دي، وأكيد يعني هلاقي صعوبات ومشاكل هتواجهني في الأول، بس لازم إن أنا هبدأ ألاقي لها حلول وأفضل مكملة في الموضوع لغاية ما أوصل للآخر. يعني انت حريصة على القراءة بصفة مستمرة في المجال ده، ولا بتتناوليه ازاي؟ طبعا لازم يعني كل ما بقرأ أكتر في المجال كل ما ده بيديني أفكار أكتر إن أنا ممكن أضيف ده في المشروع ده أو في أي بروجكت غير ده، يعني ده بيدعم الموضوع وكمان بيفتح آفاق عقلي إني إزاي أوصل لحل للمشكلة دي. يعني طيب انت هنا بنقول للطلبة ان المواهب او الهوايات دي ما بتأثرش على الدراسة. أكيد هو الفكرة في إن أنا أنظم ما بين الاتنين، يعني لازم أبقى مهتمة بدراستي وفي نفس الوقت يعني أشتغل كويس في البروجكت اللي أنا فيه. تمام، انت ليكي تجارب سابقة في يعني في نفس المجالات الابتكارات والحاجات دي، شاركت في حاجة قبل كده؟ لا كانت أول حاجة، يعني كان في أول حاجة مسابقات خالص. تانية، بس كان في مسابقات تانية بس مش علمية، مسابقات كان ايه يعني؟ زي الطلبة المثالية و الطلبة المثالية كانت على مستوى المدرسة ولا على مستوى ايه؟ الإدارة. الإدارة التعليمية في شبين. المركز الثالث، خدت المركز الثالث. ده الكلام ده كان امتى؟ تاني إعدادي. في تانية إعدادي. يعني أنت من يومك برضو وأنت حريصة على المشاركة في المسابقات المختلفة، وعندك ده يعني ده يعني اتربيتي على هذا الاساس ان انت لازم تكوني فاعله ونشيطه، ولا الفكره دي جت ازاي؟ اكيد يعني انا اصلا في ابتدائي كنت طالعه الاولى في سته ابتدائي، وفضلت كده يعني فضلت من الاوائل في اعدادي، يعني ده من وانا صغيره. يعني الموضوع مستمر ومتصل يعني. الحمد لله. اخيرا طبعا احنا بنحييكي، وبنقول رساله بتوجهيها في النهايه، رساله بتوجهيها في النهايه لكل مصري ومصريه في مجتمعنا، المفروض ان هم يعملوا ايه عشان مصر ترتقي؟ ان احنا يعني نفتح افاق عقلنا، ما نركزش في المذاكره بس، يعني ما نقتصرش على حاجه معينه، واي مشكله الاقيها لازم ان انا ادور لها في حل، على حل مبتكر. يعني في مشاكل كتير بنلاقي لها حلول بس بتبقى صعبه وصعب تنفيذها، واخرج عن التقليد، يعني اخرج بره الصندوق، ما افكرش في حاجه يعني مقتصر عليها ومقلده في كذا مكان.
جميل جدا يا مالك. يعني الانسان المفروض ان هو ما يبقاش تقليدي او روتيني، المفروض ان هو يبتكر، يعمل خارج الصندوق، يرى امامه، بحيث ان هو فعلا يقدر يحقق في المستقبل انجازات متميزه في مجالات متعدده. طالب مالك اسامه حامد، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ويعني ان شاء الله ننتظر ابتكارات اخرى جديده ومتميزه إن شاء الله ان شاء الله. شكرا إن جزيلا. شاء الله شكرا.